الرئاسة التركية تؤكد عدم وجود أي اتصالات بين أنقرة ونظام الأسد وتنفي وساطة إيران لذلك. محلي الركبان يعلن المخيم منطقة منكوبة ويناشد المنظمات التدخل لإنقاذ عشرات آلاف النازحين. العراق يعد خطة أمنية لحماية الحدود مع سوريا، وقوات النظام تنتشر بين معبر الوليد ومنطقة التنف. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. نفى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن وجود أي اتصالات بين أنقرة ونظام الأسد، مبينا أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا لم تأتي في إطار إجراء وساطة. 32 لسنا على اتصال مع نظام الأسد. إن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة ليست لإجراء وساطة بين تركيا والنظام، ولا توجد مساع من هذا القبيل. كما أننا نبذل جهودا من أجل أن يكون اتفاق إدلب دائم، ومحادثاتنا مع الجانب الأمريكي متواصلة بشكل مكثف حول المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومترا شمالية سوريا. ومعنا فراس رضوان أغلو الخبير بالشأن التركي من مدينة اسطنبول. أرحب بك سيد فراس، لماذا تؤكد الرئاسة التركية على عدم وجود اتصال مع نظام الأسد؟ يعني أعتقد أن هذا من الأهمية بمكان لعدة أمور، بأن تركيا لديها سياستها واضحة باتجاه المناطق التي ترى فيها خطرا على أمنها القومي، وبذلك أن تصريح السيد ظريفي وكأن تركيا تلهث وراء المصالحة هذا ليس واردا بالنسبة لتركيا. ثانيا، تركيا بالنسبة لها في حال التواصل في المسألة السورية هي تتواصل أيضا عبر موسكو أكثر منها عبر طهران، ربما طهران لديها أجندات في سوريا لكن أقل وأضعف في كثير من ما هي موسكو. ثالثا، حتى طهران نفسها هي بحاجة إلى من يساعدها في الأمور، وهي تحتاج تركيا في المساعدات وخصوصا نتيجة العقوبات التي متواجدة عليها. يعني أعتقد هي زيارة ربما أريد منها طرح هذا التساؤلات الكثيرة. نعم، تركيا أخذت بعض الملفات الاستخباراتية من قبل النظام عبر موسكو. عن التساؤلات، نعم، إلى أين وصلت المحادثات بين تركيا وأمريكا حول المنطقة الآمنة شرق الفرات؟ يعني اعتقد الكلام حتى الان كلاما في الناحيه النظريه جميل، ان كلا الطرفين يتابع الاخر، او ان الولايات المتحده الامريكيه تتخوف او تتفهم التخوفات التي لدى تركيا، ولكن على ارض الواقع حتى الان لا يحصل شيء. ورغم زياره السيد هاوسيكار ربما الولايات المتحده الامريكيه وايضا السيد البيراق ومقابلته ترامب في هذا السياق تحديدا، اعتقد ان حتى الان ربما مبشره بان ستتابع الولايات المتحده الامريكيه التخوفات التركيه، ولكن على ارض الميدان اعتقد حتى الان لا يوجد شيء واضح، او لا يوجد شيء ممكن نقول انه بدا تحديدا بتاسيس المنطقه الامنه، لان هناك ليس فقط مساله تاسيس المنطقه الامنه، هناك ما بعد تاسيس المنطقه الامنه وما بعد طرد تنظيم الدوله الاسلاميه من هناك، كيف ستكون الحياه السياسيه شرق الفرات وتندمج مع غرب الفرات. بالنسبه لادلب، يعني هل ستستطيع تركيا من خلال تفاهماتها مع روسيا، يعني هل برايك تستطيع المحافظه على وقف اطلاق النار فيما يخص ادلب؟ مسألة إدلب هي ليست فقط مسألة تركية روسية، هي أيضا مسألة أمريكية وأوروبية. هذه الدول ترفض أن يكون هناك حربا من قبل روسيا أو النظام ضد إدلب لتخوفات أمنية بالنسبة لهم، ولذلك هم يدعمون الموقف التركي. وأعتقد أن لا تستطيع لا روسيا ولا حتى حكومة دمشق أن تقوم في هذا الهجوم، لأن سيكون هناك دعم تماما أعتقد لتلك المنطقة. نعم، هناك الكل مجتمع على ان هناك يوجد تنظيما ارهابيا، ولكن ليس الحل بالهجوم، لانك تحل مشكله بمشكله اكبر. لذلك اعتقد ان هذه نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه لتركيا ان تريد حل الارهاب في المنطقه كلها، ليس فقط غرب الفرات وشرق الفرات. لا يمكن ان نحارب داعش، عفوا نحارب التنظيم مثلا الدوله القاعده،
ونترك أيضا البيكاكا المتواجد في وصلت شرق الفرات. الفكرة، أشكرك جزيل الشكر السيد فراس رضوان أغلو الخبير بالشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. أكد رئيس تركي رجب طيب أردوغان على مواصلة حكومته دعم السوريين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها، وفي كلمة له خلال مؤتمر مستقبل العمل التحديات والفرص في العاصمة أنقرة، انتقد أردوغان قرار رئيس بلدية بولو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض تانجو أوزجان بقطع المساعدات المقدمة للسوريين القاطنين فيها. سنواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات بالرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم. لأننا نريد أن نكون أنصارا، ولهذا لن نتخلى عن المهاجرين على الإطلاق. لن ننتظر قدوم مساعدات ل4 ملايين لاجئ، وإذا كان بحوزتنا طبق حساء فسنتقاسمه مع إخواننا اللاجئين ونواصل طريقنا. أما محليا، أفاد مراسل حلب اليوم بقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وجرح آخرين نتيجة قصف مدفعي للنظام استهدف مخيما في مزرعة أم التوينة وقرية أبو شرجة جنوبية إدلب. ما لا يقل عن 10 قتلى بينهم نساء وأطفال سقطوا بريف إدلب الجنوبي ضحايا لقصف نظام الأسد في كل من قرية أبو شرجة ومخيم مزرعة أم التوينة التي لجأ إليها المدنيون هربا من القصف المتواصل على ريفي إدلب وحما. استقام قوات النظام المتمركزة في بلدة أبو عمر باستهداف قرية أم التوينة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية. طبعا قرية أم التوينة هي قرية مدنية خالية من أي مظاهر مسلحة. نتج عن القصف 7 شهداء وخمس إصابات. طبعا الإصابات والشهداء جلهم من الأطفال والنساء. نحن بدورنا كدفاع مدني عملنا على تفقد مكان القصف وإسعاف المصابين وانتشال الشهداء وتسليمهم ذويهم. مزرعة أم التوينة تضم عشرات العائلات ضمن مخيمات عشوائية دون توفر الخدمات أو المساعدات، لكن قصف نظام الأسد لم يفرق بين خيمة أو منزل ولا بين كبير وصغير. القصف الذي خلف قتلى وجرحى مدنيين أسفر كذلك عن حركة نزوح جماعية لقاطني هذه المناطق ربما إلى مخيمات عشوائية أخرى أو إلى اللامكان. والبناس حاطة الأكل قدامه والله لسه على الصدر بحاله، ما شفنا الا هالضرب صار علينا. لعد البعيد يقدر يقلط والهين ما عاد يقدر ينهزم، ولما بلشت صار الرجم تهدئة الحالة. التمانعة وتحتايا وأم جلال وأم الخلاخيل والخوين والفرجة قرى وبلدات تتعرض لقصف شبه يومي من معسكرات قوات النظام المحيطة في الوقت الذي تزداد فيه إشارات التعجب والاستفهام حول اتفاق سوتشي. أعلن الفيلق الثالث المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني إحباط محاولة تفجير مفخختين في ريف حلب الشرقي. وقال الفيلق الثالث في تغريدة على تويتر إنه خلال عملية أمنية قام بها الفيلق تم ضبط سيارتين مفخختين في منطقة جرابلس وتم تفجيرهما عن بعد قبل وصولهما للهدف. وأوضح قائد الفيلق أبو أحمد نور لحلب اليوم أن السيارتين دخلتا من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات النظام، موضحا أنهما كانتا معدتين للتفجير في المناطق المحررة. نفذ الصرافون في مدينة الباب وقفة أمام مبنى الشرطة والأمن العام احتجاجا على مقتل زميلهم على أيدي مجهولين حاولوا سرقة أمواله أثناء عودته إلى منزله. دينا وقفنا هون عم نطالب قيادة الشرطة بأخذ دورها الفعال أكبر في المدينة بمحاربة المجرمين والفساد وملاحقتهم وضبط الأمن والأمان ليلا ونهارا. في تقصير كبير، أنا برأيي التقصير موجود عند أجهزة الشرطة والأمن والتدخل السريع، ولكن الحل هو بالقضاء. في تقصير من أجهزة الشرطة والأمن، ولكن المشكلة تكمن في أجهزة القضاء. أجهزة القضاء هي اللي ما
ما عم تردع المجرمين، ما عم تطبق العدل. كثير مجرمين وصلوا للسجون ولكن كانوا بعد شهر شهرين حرين طالقين وما تم محاكمتهم رسميا. اول شيء طالبناهم بموضوع الملثمين، الملثمين موجودين بشكل كبير في المدينه، والملثم مخيف لانه ما بيعرف لمين، ما بتقدر فيك ما فيك تعرف لمين تابع وشو بده. طالبنا بموضوع يعني ضبط موضوع السلاح، مين اللي راح يحمل سلاح في المدينه، مين بحق له يسمح يحمل سلاح، موضوع الرخصه ترخيص السلاح، يعني موضوع ما ضبط السلاح بشكل جيد. طالبنا بوجود دوريات ليليه ونهاريه بشكل متواصل في المدينه. لا لينا ليل ولا نهارنا نهار، مستنفرين على مدار 24 ساعة نحن وقودنا الأتراك، وإن شاء الله المواضيع اللي عم تطرحوها راح نطرحها مو بس كمان بقوة. أمن البلد هم الكل، أنا ابن البلد، أنا جيش حر، أنا شرطي، أنا مدني، أنا كل شيء. نتمنى نتعاون للحفاظ على أمن البلد. أما في مخيم الركبان، أعلن المجلس المحلي هناك أن المخيم بات منطقة منكوبة إنسانيا نتيجة الحصار المفروض، ووجه المجلس نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لافتا إلى أن القوات الروسية والميليشيات الإيرانية وقوات النظام أطبقت حصارها على المخيم ومنعت دخول المواد التموينية وحليب الأطفال والأدوية بهدف الضغط على سكان المخيم. كما وطالب المجلس الأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ حول الركبان ومناقشة فك الحصار عن المخيم وإدخال قوافل المساعدات بشكل عاجل وإسعافي، إضافة إلى إيجاد حل دائم للمخيم. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. في حادثة نادرة، إصابة شاب جراء تعرضه لصاعقة بريف إدلب. نرحب
بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قال مصدر أمني عراقي لموقع روسيا اليوم إن القوات العراقية تستعد لتحضير خطة أمنية جديدة تؤمن حدودها مع سوريا، بينما عززت قوات النظام من وجودها على الحدود مع العراق. على جانبي الحدود بين العراق وسوريا تحركات جديدة للقوات العراقية وقوات النظام. التحركات بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن مصدر عراقي هي لتأمين الحدود مع سوريا عبر المراقبة الجوية بالطيران العراقي، إضافة لنصب الكاميرات الحرارية وتسيير دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي. المصدر أضاف أن الحدود من جهة العراق مؤمنة بشكل كامل، وتعمل الحكومة على أن تبقى آمنة فيما لو حدثت اضطرابات في الجانب السوري أو خلافات بين النظام هناك وقوات سوريا الديمقراطية. السلطات العراقية كانت قد أكدت أنها حشدت قوات على الحدود العراقية السورية للرصد والمراقبة، استعداداً لمواجهة كل التداعيات المحتملة ومنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد. موقع سيريا نيوز نقل عن مصدر عسكري في قوات النظام لم يسمه أن قوات الأسد وصلت لمنطقة تيتو في البادية وبدأت بالانتشار على طول الحدود وصولاً إلى أطراف منطقة التنف. الموقع أكد أن النظام بدأ بتعزيز وجوده العسكري وصولاً إلى معبر الوليد الحدودي مع العراق، والذي يعد أحد ثلاثة معابر رئيسية بين البلدين، وهو الأقرب للعاصمة دمشق. التحركات لم تعرف ماهيتها وغرضها بعد، لكنها تفتح باب التساؤل حول فتح الطريق بين العراق وسوريا من معبر الوليد وإعادة تشغيل الطريق الدولي إلى دمشق رغم الوجود الأمريكي هناك وفرض واشنطن حصارا اقتصاديا على النظام. ومعنا أيمن الخالدي المحلل السياسي العراقي من مدينة اسطنبول. أرحب بك أستاذ أيمن. يعني التحركات والحشود العسكرية على الحدود ما بين سوريا والعراق، ما سببها؟ هو الحقيقة يعني هي الشريط الحدودي ما بين العراق وسوريا كله يعتبر يعني موضعا ساخنا وتركيزا حدوده الثلاثة اللي معروفة، يعني التنف الوليد البوكمال من جهة سوريا القائم من جهة العراق، وربيع العربية من جهة الموصل وجهة الحسكة. هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل بحكاية إعادة فتحه بشكل مريح والتبادل التجاري والاقتصادي وحتى يعني التنقل العادي، لأنه إذا جينا إلى مسألة الحدود من جهة التلف نحن نعرف بأن هناك قاعدتين أمريكية موجودة يعني مرتبطة من مناطق الأردن باتجاه موقع التنف، لذلك يعني حرية الحركة والتحرك والتنقل لا يمكن أن يمر عبر اتفاقية ثنائية خالصة ما بين الجانب ما بين النظام السوري وما بين النظام في العراق، لأنه هذا لازم أن يخضع حتما يعني عبر الموافقة الأمريكية أو على الأقل نعم سيدي سيد أيمن، يعني قوات النظام تحشد على الطرف الآخر من الحدود، هل هناك أي تواصل أو تعاون ما بين العراق والنظام فيما يخص هذا الموضوع؟ نعم، هناك لجنة عقدت يعني مرتين أو ثلاثة في بغداد وفي دمشق، وكان من أهم ما يعني طرح عندما اجتمع رؤساء الأركان العسكرية الثلاثة ما بين إيران وما بين العراق وسوريا على قاعدة أنه فتح الخطوط هي الأمر الذي يعني النظام السوري، أنه تأمين الخط من طهران إلى دمشق هذه هي النقطة الأساسية، لذلك الانتشار العسكري موجود ما بين الجانبين، لكن ما يعوق هذا الأمر وإن كان يعني هم مهدوا يعني شيئا ما على بعض مناطق الحدود التي كانت يعني فيها عناصر داعش ما بين. طب بناء على ما تقوله، يعني هل تتوقع فتح الحدود بين البلدين رسميا وفي وقت قريب؟ أنا أتوقع أنه ستخضع لعدة مساومات، لن يترك الأمر على إطلاقه لأن هناك قوى متصارعة موجودة على المنطقة، كل له أجندته إلا إذا وافقت الأطراف الأخرى. أنا أعتقد أنه حتى في زيارة يعني وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق وإلى أنقرة كان من الملفات الساخنة هو موضوع الحدود، لأنه العامل الاقتصادي الآن يعني لا حراك سياسي حقيقي إذا لم تؤمن الجوانب الاقتصادية. وضحت الفكرة.
نعم. نعم. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي العراقي السيد أيمن الخالد، كنت معنا من اسطنبول. أفاد مراسل حلب اليوم بمقتل عدد من قوات النظام بينهم ضباط جراء كمينة لتنظيم الدولة قرب منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي. ما تزال البادية السورية في ريف حمص الشرقي أو ما اصطلح على تسميتها بالثقب الأسود تبتلع المزيد من أرتال قوات النظام والميليشيات الموالية لها. مراسل حلب اليوم قال إن قوات النظام فقدت الاتصال بمجموعة من عناصرها بقيادة العقيد نادر منير صقر قرب السخنة شرق حمص جراء كمين لتنظيم الدولة، مشيرا إلى أن من بين القتلى 4 ضباط. شبكة أخبار جبل الموالية أكدت غياب أي معلومة حول ما لا يقل عن 13 عنصرا من قوات النظام بينهم ضباط في كمين نفذه تنظيم الدولة في قرية الكرم التابعة لمنطقة السخنة. تنظيم الدولة وعبر وكالة أعماق تبنى الهجوم موضحا أن عناصره استهدفوا تجمع قوات النظام بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتمكنوا من تدمير ناقلتي جند والاستيلاء على آليتين وذخائر وأسلحة متنوعة. التنظيم كان أعدم قبل يومين العميد منذر إبراهيم العسس من قوات النظام، وذلك بعد أيام قليلة من ظهوره برفقة ضباط روس قتلى في شريط مصور بثه التنظيم من ريف حمص الشرقي. نظام الأسد وبحسب مصادر موالية أرسل تعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة حميمة والمحطة الثانية بهدف التحضير لبدء عملية عسكرية ضد من تبقى من فلول التنظيم المتحصنين في جيب يمتد بين محافظتي حمص ودير الزور من أطراف منطقة السخنة إلى حدود مدينتي البوكمال والميادين. على صعيد مختلف قالت صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية إن سلطات إنفاذ القانون في بريطانيا تسعى لمصادرة آلاف الجنيهات من أنيسة شوكت ابنة آصف شوكت وبشرى الأسد شقيقة بشار الأسد التي تدرس التصميم في جامعة لندن. وبحسب الصحيفة فإن السلطات جمدت حسابها المصرفي والذي يحتوي على حوالي 25,000 جنيه استرليني إلى أن تتمكن السلطات من الحصول على أمر قضائي يتيح لها مصادرة الأموال. وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول قريبة بشار الأسد إلى لندن بالرغم من العقوبات الدولية التي يخضع لها جميع أفراد عائلتها. أعلن المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم عن قرار بإعادة السوريين الذين يدخلون إلى لبنان عن طريق التهريب، وذلك خلال لقاء له على قناة المنار التابعة لميليشيا حزب الله. وأضاف إبراهيم أنه سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتنسيق العمل مع المسؤولين لمنع الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان. وتشهد الحدود بين البلدين هروبا للشباب والعوائل الفارين من الحرب والملاحقة الأمنية والذين لا يستطيعون الدخول من المعابر الرسمية. احتلت سوريا المرتبة 174 من أصل 180 دولة في سلم الحريات الصحفية ضمن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي عن حرية الصحافة في العالم. ولفت تقرير المنظمة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين، فيما تبقى سوريا ضمن قائمة أبرز الدول الأكثر انتهاكا للصحفيين والعمل الإعلامي رغم الانخفاض الطفيف لعدد القتلى الصحفيين مقارنة بعام 2018.
في حادثة نادرة بسوريا أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لصاعقة في بلدة داديخ بريف إدلب الشرقي. وأفادت شبكة كفرنبل نيوز المحلية بأن صاعقة أصابت الشاب موسى حسن العليوي من أهالي قرية القاهرة أثناء هطول المطر خلال عاصفة رعدية ضربت المنطقة. ونقلت الشبكة عن مصدر طبي في المشفى أن الشاب تعرض لحروق بالقدم والبطن وأذية دماغية نتيجة الصاعقة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. لقاؤنا يتجدد في نشرة المساء. إلى اللقاء.